من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طيب كان عندنا الأخ هيثم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. شيخ العزيز، حقيقة كثير من القنوات تستعد لبث البرامج الماجنة، مع احترام لك، في رمضان الخير، أسأل الله أن يعوده علينا وعلى الأمة الإسلامية. يعني حقيقة هذه البرامج تفسد الصائم، وليس هذا الشهر العرض هذه المسلسلات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حقيقة طبق قانون حظر النقاب في الدول الغربية، ونسأل الله لا يطبق في الدول الغربية ونسأل الله لا يطبق في الدول العربية. ماذا سؤالي، ماذا لو طبق في هذه الدول؟ نريد توجيه لهذه الدول يا شيخي، وجزاك الله عن الإسلام كل خير. حياك الله يا أخي. طيب الأخ أبو عبد الرحمن كان عنده قضية ربط المعدة. طبعا هذه العمليات الواحد ما يلجأ إليها إلا عندما تكون هناك ضرورة أو حاجة شديدة لهذا، وبعد الاستشارة، لأن بعض العمليات هذه قد تكون مؤذية بل قد تكون مميتة. ثانيا، هو الآن يشرب السوائل، طيب فهو إذن لا يأكل، هذا يساعد، الصيام يساعد على هذا، لأنه لن يأكل في النهار. طبعا قضية إذا أدت العملية إلى الإخلال بواجبات شرعية، صلاة الجماعة، الإخلال بالصيام، فإذا استطعنا، طبعا الإخلال ما يجوز، يعني ما يجوز للإنسان أن يقوم بشيء يؤدي للإخلال بالعبادة دون ضرورة. فبناء عليه إذا استطاع أن يرجع إلى حالته التي يستطيع بها التمكن بالعبادة فيجب أن يفعل ذلك. وعندنا طرق كثيرة يعني قضية. الأخ سامح تفضل. الأخ سامح، هيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ الشيخ محمد تفضل يا اخي، باقينا اعطينا سؤالك بسرعه لو سمحت. طيب لا لو سمحت، لما قلت انا في السعوديه وزوجتي معايا وعايزه تنزل لمصر لوحدها، يعني اختك؟ لا، زوجتي. زوجتك؟ طيب. فهل يجوز؟ بس انا مش عارف انزل معاها عشان لسه جاي والظروف وكده. طيب وهي طبعا مخنوقه يعني من القعده شويه وعايزه تنزل تغير جو وكده، فهل يجوز؟ طيب خير ان شاء الله. الاخ طبعا كان سال ايضا على موضوع يروح لقضيه عمليه تسديد الرسوم. تسديد الرسوم الآن تتم بقضية إيداعات في حسابات معينة. طيب الأخت ليلى من ليبيا، تفضل يا أخت ليلى. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لك يا شيخ، هل فيه التبرك في الإسلام؟ يعني التبرك يجوز في الإسلام؟ وعندي سؤال ثاني. التبرك بإيش يا أختي؟ التبرك مثلا بالقرآن مثلا هيك. طيب. أيوة. وفي سؤال ثاني، التروية والتقية، يعني هذه ما الفرق بينهم؟ يعني التورية بالواو. أيوة. طيب خلاص إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحييكم. لو أعطاه قال أنت عندك حساب، دخل من حسابك لحساب هذاك هذا المبلغ وخذ أجرة، لا بأس. أما إذا اقترض منه بأجرة فهذا حرام ربا. إذا كانت عبارة عن عملية خدمة يقوم بها يقول له خذ هذه المية، حولها، دخلها في حسابك وحولها للحساب الآخر، وخذ، وقال له أعطيني 10 ريال، خذ 10 ريال، ما في مانع. أما أقرضني وأسدد لك بزيادة فلا يجوز. قضية إفساد الصيام بالبرامج، نعم هذا تقع فيه القنوات، وعليهم التوبة إلى الله والحذر. والله إن عليهم مسؤولية عظيمة، والله إن الوقوف يوم الدين بين يدي الله شيء عظيم، يجب على القائمين على القنوات محاسبة أنفسهم قبل إعداد برامج رمضان وغير رمضان. النقاب طبعا حرب تشن على الإسلام الآن، ويعني على الأقل لا يحترمون القول الآخر لأهل العلم، ولذلك تثبت المؤمنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد الانتشار لهذا الدين. زوجته تنزل وحدها تغير جولة، يا أخي لابد من المحرم في السفر كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالقرآن بالقراءة والنفث نعم، بس بالمصحف يجي واحد مثلا بالأوراق
والغلاف والأوراق، يقول هذا أنا بتبرك بالأوراق والغلاف، لا، التبرك بالقرآن بقراءته وتلاوته. نؤجل سؤال التقية والتورية للحلقة القادمة إن شاء الله لانتهاء الوقت. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.